ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السراء وعمل صالحا لأن بما تعملون بصير ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له ومن الجن ما يعمل بين يديه بإذن ربه وما يزل منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارم وسماء وشفان كالشواب وقدر الراسيات يعملون داود شكرا وقليلا من عبادي الشكر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موتهم إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم جنتان عن يمين وشمال كلا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي كل خمط واسل وشعير من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السعير سيروا فيها ليالي وأياما فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم ما يؤمن بها يقتم من هو منها في الشك وربك على كل شيء وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له حتى أرسل أخبر رسول الله ولا كل الأنبياء ينسل أخبر رسول الله ولا كل الأنبياء أرسل أخبر رسول الله ولا كل الأنبياء ينسل أخبر رسول الله ولا كل الأنبياء أرسل أخبر رسول الله ولا كل ينسل مخر رسول الله ولا كل الأنبياء ينسل مخر رسول الله ولا كل الأنبياء ينسل مخر رسول الله ولا كل الأنبياء ينسل مخر رسول الله